كمان. طب مين ماشي التشكيل كويس. المثالي؟ معايا اتنين من اهم كباتن مصر، اهلي وزمالك، يعني بسم الله ما هل شاء عمر الله. كمال من ينزل؟ هو التشكيل المثالي يا كابتن هشام؟ لا للماتش للموجودين الجاي هنا. من الموجودين. عمر كمال يلعب من اول ماتش، انت نازل تكسب، وعمر عنده النزعه الهجوميه اكتر من هاني، فعنده حته الكروس وحته الشغل. كان لازم ندور على يعني واحد زي فتوح مروان. ولا لا فتوح، فتوح دلوقتي هو بقاله فتره ما بيلعبش، مع ان الراجل النهارده ما لا فتوح. فتوح عنده حلول من جوه ومن بره، انا ما شفتش يعني اللي هو محمد احمد حمدي. انا بساعده بس مش رايي. ما انا لا انا 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 عايز مش رايي، انا اعرف بساعده التشكيل بس. المثالي للماتش الجاي من المنتخب، من ما انا الموجودين. بكلمك، انا عمر انا هنزل اكسب فرقه معلش تاريخها الكروي ضعيف، فلازم احط خطوط الهجوميه كلها حتى اللي من الخلف. وعندي انا حجازي ومحمد عبد المنعم يمكن، بس يعني انا برضو عايز اقول ايه، ان المرحله اللي فاتت او الاسبوع اللي فات ده كان لازم اشتغل على المدافعين بشكل اقوى من كده، اللي هو الشغل الايه الانديفيدوال لوحده، اشتغل لوحده يعني، ده مفروض. عندك بقى عمر كمال وعندك هشام، انت بتلاعب فرقه زي موزمبيق دي، دي ده بالظبط نقطه، ده ما عندهمش حسابات انهم يروحوا عندك الناحيه الثانيه. بالظبط، انت اللي من تعبك، انت اللي وصلتهم. انت من تعبك. طب ايه التشكيل المثالي يا كابتن شريف؟ هو نفس قلت لك بص، اربعه. هو نفس التشكيل. هو عايز يلعب فتوح و لو الاثنين سلام والكلام من ده مش هيختلفوا يعني، الاثنين ده بيبقى فيه مميزات وده فيه مميزات، وهاني فيه مميزات، والباك ليفت اسمه ايه؟ فتوح. فتوح والتاني اللي بيلعب حمدي. وفين كهربا؟ ها؟ فين كهربا طيب؟ كهربا محمد حمدي. محمد حمدي زيه زي فتوح. فتوح يعني عنده ستايل، وده عنده ستايل تاني وعنده باور بس تاني. لا وهو الاثنين بالنسبه للفيتوريا على حسب لا الحاله. لا كابتن فتوح عنده الرؤيه اعلى بكتير. طيب هن هن هنمشي مع هشام، يلا خلينا نقول التشكيل فتوح النهائي. يلا ومروان عطيه، مروان عطيه ونني و عايزين بقى واحد هنا. مين اللي يلعب تحت امام عاشور؟ ممكن يلعب تحت امام عاشور. كان المفروض يلعب من اول المباراه. اصل امام عاشور هشام اداني 40 دقيقه كان كويس وخلص، وعايز تغيره بزيزو، ايه المشكله؟ ما زيزو موجود، مش فارقه ده يلعب او ده يلعب. تريزيجيه ومصطفى محمد ادام عندك صلاح في ناحيه اليمين، مش هينفع لاعب زيزو وراه. بس انا شايفه انكم الاثنين قلتوا لي فتوح، بس فتوح بقاله شويه مش بيلعب. انا لسه بقول له هو عايز يلعب فتوح. انا اقدر اقول هشام ما تلعبوش فتوح؟ اتاخد ليه؟ الزمالك يزعلوا الزملكاويه، مش عايزين الزملكاويه. لا هو لعيب كويس بس بقاله فتره. بنحب فتوح طبعا، هو بقاله فتره ما بيلعبش. بس انا عايز اقول انك لازم تشركيه، لازم تشركيه. واحنا هنا مش بنفكر زمالك واهلي، احنا بنفكر المنتخب. ماتش سهل هلعبه غانا مثلا. يعني انا لو انا النهارده عايز احتاج فتوح دلوقتي، العبه غانا ولا العبه في الماتش الاولاني؟ يلعب في اي حته صح، وما هيلعب صح. بس بتكلم بقول ايه، انا معاك مين يعني، كان الاولى ان انا اديله ماتش زي ده. على حاجه الفرقه لما بتبقى كويسه يا انجي بتشيل اي حد صح، فهمتني؟ صح، التناغم بين الفرقه. الفرقه النهارده بينقلوا الكره زي ما بس احنا هنلعب دايما في الرطوبه دي. ما عليك بقى خلاص، احنا بقى يعني دخلنا بقى. لا 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 لو 90% دول اثروا علينا النهارده، 50% بكره هيخسروا عليا 20% بس. مش خلاص بقى انا اتعودت. وبعدين انت لما بتلعبي وبعد اول 10 دقائق 5 دقائق بتخش جوه، بنفتح النفس في الملعب، بننسى. احنا كنا بنلعب في تكييفات قبل كده يا كابتن. لا كنا لو رحتي اثيوبيا بقى بتروح المشوار ما بتقدريش ترجعي تاني. ايوه دي ما فيش اكسجين خالص يعني، بتبقى الحكايه كده. بس اصل المفروض نكون اتعودنا بقى على بعد ما بنقعد شويه في البلد، الرطوبه دي عاليه، بنقعد شويه في البلد بنتعود والنفس بيستريح وكده. المأخذ الجد هو اللي يوصلك للمكسب. الارجنتين البيز بتاعها يوم ما اتغلبت من السعوديه في اول ماتش وخدت كاس العالم، البيز بتاعها لعيبه جامده جدا وعندهم النيرف ولموا بعض وكده وخدوا كاس العالم. احنا في 86 لعبنا على ارضنا هنا البطوله، اول ماتش السنغال كسبونا 1-0 2-1 حاجه زي كده، 1-0 1-0 كسبونا كويس وخدنا البطوله، لمينا بعض تاني وكان من ده ودخلنا وعملنا وكسبنا الماتش اللي بعده والماتش بعد 6 بنات، وبعد كده رحنا قابلنا كوت ديفوار وخدنا البطوله. ف اللمه دلوقتي والتصميم والروح هي اساس اي حد، اي حد هيلعب صدقيني الفريق كله هيشيله لو لعبوا بروح واحده جامده
حتى. كلمة أخيرة سريعة جدا من كابتن هشام. ربنا يوفق المنتخب إن شاء الله بإذن الله. محتاجين إن هم الماتش اللي جاي يركزوا أكتر، لأن ماتش صعب جدا، غيانا فرقة كويسة جدا، وأفتكر إن هم محتاجين إن هو الراجل يفكر صح، يحط التشكيل الصح ويلعب أسرع، يطلب من لعيبته إن يلعب أسرع علشان نقدر نواجه السرعة بتاعت الفريق الغاني. بعدين بياخدوا ثلاثة من المجموعة يعني في توالد. دي بتبقى مشكلة، بتبقى كارثة. ربنا يستر. أنا بشكركم شكرا جزيلا. هسميكم الاستوديو التحليلي بتاع مصر الجديدة لأول مرة بنعمل كده، بس يعني حبينا النهاردة نكون يعني مع المشاهدين، لأنه لا صوت يعلو فوق صوت الكورة النهاردة. إحنا كتوك شو يا إما ما كناش هنطلع لأن كل الناس تفرج على الماتش، وبعدين الاستوديو التحليلي، يا إما ندخل نحاول ننافس لمحمد شبانة، ويا رب يعني نكون قدرنا ندخل مصر الجديدة ومصر الحديثة. أيوة، زميلي العزيز محمد شبانة هيكون معاكم بعد شوية، ومعاه سيد معوض وأحمد عيد عبد الملك ومحمد عبد الجليل في تحليل أيضا معمق لماتش النهاردة في بوكس تو بوكس بعد قليل. أشكركم شكرا جزيلا كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، نورتنا، ويا رب بتكون ما تكونش المرة الأخيرة. نورتنا. والمونديالي الكابتن هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، نورتنا، وبرده يا رب ما تكونش الاخيره. اتنين من نجومنا الكبار اللي انا شخصيا بعتز بيهم جدا.